وسؤالكم التشاوري يقول أيضاً عن المتاحف. تعد بناية المتحف البغدادي من المباني القديمة في بغداد، وتم إنشاؤها في عهد الدولة الأموية، لو الدولة العباسية، لو الدولة العثمانية. 30 ثانية تفضلوا بالتشاور. الدولة الأموية مو هي ولا الدولة العثمانية، الدولة العباسية. قضنا 10 دقائق 10 ثواني من الدولة العباسية. الدولة العباسية. عندكم 10 ثواني لو قررتوا خلص. لا إن شاء الله قررنا. القرار شنو؟ إن شاء الله الإجابة الثانية، الدولة العباسية. الثانية. الدولة العباسية ثبت. ثبت الدولة العباسية لجامعة بغداد. يعني هذا كان السؤال الأخير بالجولة الأولى. والسؤال الأخير دائما نتأنى شوية بالإجابة، كان عندكم وقت ما استغليته كل 10 ثواني. والموضوع تشاوري. فهمني شلون اخترتوا هذا الاختيار؟ يعني صار حديث عن الدولة الأموية استبعدناها. أي الدولة العثمانية والعباسية. فصار يعني انقسامات. فرحنا على الدولة العباسية. تجاه الدولة العباسية أكثر. الدولة العباسية الأخ مرتضى ومحمد. وأنت رحت الدولة العثمانية؟ لكن الأغلبية. لا هي بالنهاية أنت انطيتوني إجابة. نعم الإجابة النهائية الدولة العباسية. أنتوا لو مختارين اللي قال الأخ علي كانت ستكون الإجابة صحيحة، للأسف الإجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي الدولة العثمانية. في عهد الدولة العثمانية بني المتحف البغدادي.